معايا ايضا شيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزاره الاوقاف. شيخ جابر، يعني اليوم الوزاره انهت خدمه امامين بالفعل، لو تقول لنا ماذا حدث ولماذا اتخذتم هذا القرار؟ نعم استاذه لميس، تحياتي لك وللساده المشاهدين. وزاره الاوقاف اصدرت القرار بالامس وبدا تطبيقه من عصر الامس، واليوم اول خروقات كانت في محافظتي بني سويف ومحافظه السويس، وتم أخذ التدابير اللازمة، ومعالي الدكتور الوزير اتخذ إجراء وقرار إنهاء خدمة الإمامين. هذين الإمامين هما اللذين اخترقا هذا القرار، وبالتالي كان القرار بإنهاء الخدمة يتواكب مع حجم الجرم الذي ارتكبه. فلذلك، لأن المسألة ليست بسيطة، عندما نأخذ بقرار مثل هذا من أجل سلامة المجتمع كله، من أجل سلامة القرار، لأن القرار لا يمكن أبدا أن يكون ضد مصلحة المواطن ولا ضد مصلحة الوطن ولا ضد الدين، لأن القرار مؤصل شرعيا كما أصله العلماء وكما أسلف فضيلة الأستاذ الدكتور مجدي عاشور. وكانت الصلاة تكون في الرحال، وتكون صلاة لمجرد الأمطار أو خوف البرد أو خوف الوحل، فما بالك إذا كان هذا الوحش الكاسر وهو مرض، يعني ميكروب كورونا الذي يريد أن يلتهم الناس. فلا بد أن عندما تتخذ الدولة التدابير اللازمة لا بد أن تحترم وتقدر. فأخذنا هذا القرار وعلى استعداد أن نأخذ قرارات أكثر من ذلك عندما يتعرض القرار للخرق أو القرار لعدم تفعيله في الشارع. ولذلك من فضل الله عز وجل علينا أن جميع المواطنين وجميع المصلين وجميع المسلمين في أرجاء جمهورية مصر العربية استجابوا لهذا القرار، ومعظم المساجد يعني تكاد تكون تقترب النسبة من 100% استجابت لقرار معالي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والحمد لله نفذ. وإن شاء الله نسأل الله عز وجل ألا يطول أمد الغلق وأن يزول هذا الميكروب اللعين. هل مولانا هل كل المساجد في الزوايا وفي كل مكان تحت السيطرة، ولا برضو ده أمر صعب حصره؟ يعني نعم تحت السيطرة، إلا بعض على أصابع اليد تعد الخروقات بسيطة جدا، ولكن أحيانا تعزى إلى جهل الناس أو عدم فهمهم أو عدم الوعي لمخاطر هذه المسألة، أو عاطفيا يتعاطفون مع الصلاة، وكما أسلفت سيادتك تقولين أنهم متواكلون. نحن نعلمهم التوكل على الله عز وجل ونقول لهم اعقلها وتوكل. نحن نغلق المساجد ولم نجرم ولم نحرم الصلاة. صلي في بيتك، صلي في رحلك، صلي في مكانك، لا تحتك، لا تختلط، حتى لا يتسع الخرق على الراقع فلا نستطيع أن نلاحق هذا الميكروب. فلذلك يعني بالتوعية وعلى أصابع اليد الخروقات بسيطة جدا اليوم، وغدا أعتقد ستتلافى كلها ويكون 100% الاستجابة. طيب، لقرار معالي الدكتور. مولانا، ما هي عقوبة من يخالف هذا القرار ويظن أن يعني الصلاة في المساجد هي طبعا قلب الدين، وأن هو زي ما قال الشيوخ الآخرين شيوخ الفتنة وجدي وغنيم وغيره، أنه والله أنتم ما قفلتوش المحلات وما قفلتوش مش عارفة إيه، فليه تقفلوا المساجد؟ أولا بترد إزاي عليهم، وهل دي العقوبة اللي على كل إمام بيفتح يعني بيخالف هذه القرارات؟ بداية، نحن لا نعول على العقوبة قدر ما نعول على وعي الشعب المصري وجماهير المصريين، لأنهم يعلمون بخطورة هذا الموقف. نحن نوضح ونبين عبر وسائل الإعلام، عبر برامج التلفزيون، عبر التوعية الفردية مع الناس، مع التلاقي، مع كل شيء، نوضح لهم مخاطر هذا الأمر. لكن عندما يكون الخطأ أو الاختراق من العاملين في وزارة الأوقاف، فقد رأيت اليوم مع الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة اتخذ قرار حاسم وأنهى خدمة اثنين منهم، فدلالة على أن الوزارة ماضية قدما. أما من ناحية هؤلاء المرجفون الذين يريدون أن يلحقوا الضرر بالشعب المصري والضرر بأمة المصريين، هؤلاء الذين يقيمون في دول هي ذاتها بدأت بغلق المساجد، الدول التي تأويهم والتي تظلل لهم هذه المظلة هي التي بدأت بالغلق،
نحن آخر دولة أغلقت المساجد وعلقت الصلاة فيها، فهم لو كان لديهم يعني شيء من المروءة والقدرة على المواجهة لكانوا تحدثوا في الدول التي أغلقت أولا. فلكن هؤلاء إن تصبك حسنة تسؤهم، فهؤلاء دائما يريدون أن يعني يقضوا المجتمع المصري ويشككوا في قدراته ويفصلوا بين القيادة السياسية وبين الشعب. هؤلاء لا يعجبهم شيء، هؤلاء فشلة، وهؤلاء كانوا على سدة الحكم ولم يحققوا أي نجاحات ولا أي إنجازات، وأخفقوا وقام عليهم الشعب المصري ولفظهم وطردهم، فلا تنتظر منهم أكثر من ذلك. أشكرك شكرا جزيلا شيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. إذن وزارة الأوقاف أنهت خدمة إمامين من بني سويف والسويس لأنهما أصر على إقامة الصلاة داخل المساجد في يعني في مخالفة لقرار وزارة الأوقاف.